بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تكلمنا في الحلقات الماضية حول جملة من معالم الثقافة الإسلامية الأصيلة، وانتهى بنا المطاف إلى المعلم الخامس، وهو أن الثقافة الإسلامية بعكس سائر الثقافات تشبع الحاجة النفسية والمعنوية للإنسان. وذكرنا أن البعض قد يستشكل على بعض الخطباء والمتحدثين بأن في كلامهم التكرار، وأنه ليس لهم كلاما جديدا وما إلى ذلك. وذكرنا أن التطور والتطوير أمر مطلوب، ولكن حتى إذا كان الأمر فيه تكرار، هذا التكرار لا يضر. لماذا؟ لأن الإنسان كل يوم يحتاج إلى طعام لجسمه، كذلك يحتاج إلى طعام لروحه ولنفسه. وإذا كان الطعام لجسم الإنسان مكررا في كل يوم يأكل الرز مثلا أو الخبز، فإنه ترتفع حاجته الجسدية. وكذلك إذا سمع أو مارس العمل الديني مكررا، بل أكثر من ذلك، نحن إذا راجعنا إلى العبادات في الإسلام نجد هذه العبادات إنما هي تكرار لعدة من الأمور التي يحتاج إليها الإنسان وتحتاج إليه روحية وروح الإنسان. لماذا؟ لأن الروح كالجسد، كما أن الجسد يحتاج إلى بعض العناصر، وهذه العناصر متوفرة في بعض الأغذية من الفيتامينات والبروتونات وما إلى ذلك. جسم الإنسان يحتاج إليها، وإذا حدث خلل أو نقص في إحدى هذه العناصر يظهر الخلل على وجنات الإنسان وعلى جسمه بضعف أو مرض أو ما إلى ذلك. وهذه الأمور، العناصر التي يحتاجها جسم الإنسان، هي عدة من العناصر. هذه العدة من العناصر متوفرة في بعض الأطعمة. كذلك حاجة الإنسان المعنوية إلى جملة من الأمور، هذه الجملة من الأمور متوفرة في العبادات والأدعية والأمور الدينية حتى إذا كانت مكررة. يعني الإنسان في كل يوم يصلي ويقرأ سورة الحمد في كل صلاة، ويجب أن يقرأ سورة الحمد، لا يجوز أن يغير سورة الحمد إلى سورة أخرى فتبطل صلاته. لماذا؟ لأن ما تضمنته سورة الحمد، إذا جاز التعبير، غذاء معنوي، وفيه عنصر وعناصر مما تحتاجه طبيعة الإنسان النفسية والمعنوية. طبعا كما ذكرنا، إذا كان هناك تطوير في الأساليب وتطوير في المطالب مع حفظ الجواهر والجوهر
فهذا أمر مطلوب، ولكن إذا لم يكن هذا النوع من التطوير، ليس معنى ذلك أن هناك خللاً في الكلام أو في الخطاب، بل أكثر من ذلك، يستحب للإنسان أن يكون دائم الذكر، يعني دائما يلهج بذكر الله سبحانه وتعالى. وكثير من الأحيان الذكر مكرر، يعني الإنسان إذا في كل يوم عشرات مئات آلاف المرات كرر كلمة لا إله إلا الله أو سبحان الله مثلا أو الحمد لله، لا مانع من ذلك، بل يحصل على الثواب الدنيوي وهو اطمئنان القلوب، وعلى الثواب الأخروي وهو الجنان، والأعظم من ذلك هو مرضاة الله سبحانه وتعالى، إضافة إلى فوائد أخرى. الثقافة الإسلامية بعباداتها، بأدعيتها، بطقوسها، بالتزاماتها، تلبي كل الحاجة المعنوية للإنسان. في التشبيه ذكرنا أن جسم الإنسان يحتاج إلى بعض العناصر المحددة، روح الإنسان أيضا كذلك يحتاج إلى بعض العناصر المحددة، وفي بعض الحالات جسم الإنسان يحتاج إلى عنصر من العناصر أكثر من أي وقت مضى. في بعض الحالات التي يمر بها الإنسان يحتاج إلى مادة مثلا من الفيتامينات أكثر من أي وقت آخر، في تلك الحالة ينصحه الأطباء بالإكثار من استعمال الأطعمة التي فيها تلك المادة. كذلك الإنسان في بعض الحالات يحتاج إلى ضخ معنوي أكثر وإلى زخ معنوي أكثر، فهناك أيضا أمور من العبادات وغيرها توجد هذه الحالة المعنوية في الإنسان. مثلا الإنسان في السنة مرة يصوم، هذا الصوم إضافة إلى فوائده المادية الجسمية وفوائده الاجتماعية وتقوية إرادة الإنسان وما إلى ذلك، فإن الصيام أيضا يلبي حاجة معنوية كبيرة للإنسان، ويضخ الإنسان ويشحن الإنسان بالمعنويات، بحيث أنه الإنسان في هذه الفترة، في فترة شهر رمضان مثلا، يلتفت إلى الله سبحانه وتعالى أكثر، إلى العبادات أكثر، إلى الفقراء أكثر، إلى المساكين أكثر، إلى عمل الخير أكثر، المنع عن بعض الملذات في نهار شهر رمضان وبعض الأمور تسبب قوة الإرادة في الإنسان وشحن الإنسان في الاتجاه المعنوي أكثر. ولذا من أسباب قوة المسلمين التي ينقل أن كثير من غير المسلمين منبهرين بهذا الأمر هو شهر رمضان المبارك. كذلك نجد مثلا في عشرة عاشوراء، في عشرة عاشوراء هناك ضخ معنوي كبير وشحن معنوي كبير، وكذلك شحن فكري، شحن عاطفي، وشحن في مختلف الاتجاهات الدينية تلبي حاجة الإنسان المعنوية. وكذلك إقامة كثير من البرامج الدينية والشعائر الدينية والشعائر الحسينية مثلا، الحج وما إلى ذلك، ولا نريد أن نفصل في الجزئيات، ولكن نريد أن نشير إلى هذه النقطة، أن الطقوس الدينية التي أمرنا بها الإسلام وكونت ثقافة إسلامية لدى المسلمين تلبي الحاجة المعنوية للإنسان بالشكل التمام والكمال. طبعا قد يكون هناك خلل في بعض المسلمين، وهذا الخلل ليس ناشئا عن هذه الثقافة الإسلامية، وإنما ناشئ عن الابتعاد عن الثقافة الإسلامية، أو ناشئ عن الجهل في بعض المفردات، أو ناشئ من سوء التعامل وسوء تطبيق هذه الشعائر الدينية. هذا المعلم الخامس من معالم الثقافة الإسلامية الأصيلة. المعلم السادس من معالم الثقافة الإسلامية الأصيلة، وما يسبب الفرق بين هذه الثقافة
والثقافات الأخرى أنه في الثقافة الإسلامية، هذه الثقافة اكتسبت قدسية لارتباطها بالواجبات والمستحبات والمكروهات والمحرمات. كما نعلم أن بنيت الثقافة الإسلامية عدة من الأمور، هذه الأمور قد تكون واجبة، فالإنسان المسلم يعلم بوجوبها ويعلم بأنه لو أدى ذلك الواجب بشكل صحيح الله عز وجل يعوضه بالثواب ويتفضل عليه بأن يعطيه الثواب. وكذلك بعض الأمور من المحرمات يعلم الإنسان المسلم أن هذه المحرمات الله عز وجل يغضب على من ارتكبها، وهذه المحرمات توجب استحقاق هذا الإنسان للعذاب. وكذلك بالنسبة إلى بعض الأمور المستحبة التي فيها ثواب كثير، وبعض الأمور المكروهة وإن لم تكن محرمة ولكن فيها نوع من الحزازية والنقص. هذه المفردات التي تشكل الثقافة الإسلامية لأنها ارتبطت بالواجبات والمحرمات والأحكام الشرعية اكتسبت قدسية، والشيء الذي يكتسب القدسية التزام الإنسان به يكون أكثر، وتحصيله للفوائد يكون أعظم، واحتمال تركه يكون أقل. في حين أنه في الثقافات الأخرى عندما ندخل، هذه الثقافات ليست لها، هذه الطقوس أو الممارسات ليست لها قدسية لدى أصحابها، ولذا بأقل فرصة إذا سنحت لهم يتخلون عن ذلك الأمر. يعني مثلا باب المثل، وهذه الحالة مشاهدة باستمرار في البلدان الإسلامية، عادة الجرائم تكون أقل من البلدان غير الإسلامية. هذه الجرائم لماذا أقل؟ لأن المسلمين يعلمون بأن هذه الجرائم محرمة فلا يرتكبونها، ونتيجة لذلك تقل الجرائم. أما في الدول الأخرى، حتى الدول التي تعتبر متطورة من الجهة الصناعية أو السياسية، لا يوجد نوع من القدسية لما يعتقدونه من ثقافات أو يمارسونه من طقوس، ولذا بأقل خلل يتخلون عن ذلك. ولذا نجد مثلا حينما قبل عامين تقريبا حدث عاصفة في بعض الولايات في أمريكا، وهذه العاصفة سببت أن بعض السدود الترابية أو غير الترابية التي كانت تمنع من نفوذ ماء المحيط إلى بعض المدن، هذه بسبب العاصفة هذه السدود انهارت وحدث السيل. نجد في هذه الولاية كما نقل إعلامهم كثرت الجرائم بشكل بشع جدا، كثرت جرائم السرقة، كثرت جرائم الاغتصاب، وكثرت جرائم القتل وما إلى ذلك. وأنا قرأت تقرير هم كتبوه، لا نقول أنه مثلا مسلم كتبه حتى يتهم، لهم كتبوه هذا التقرير، يقول لأنه بسبب هذه العاصفة وحالة الطوارئ التي صارت لم يتمكن الجيش أو الشرطة من القيام بدورهم، فالنتيجة الناس وجدوا فسحة، يعمل ما شاء، فالذي كان يريد أن يسرق يسرق، والذي يريد أن يغتصب اغتصب، والذي يريد أن يقتل قتل. فازدادت هذه الجرائم بشكل رهيب وبشكل بشع. لماذا؟ صحيح هناك تطور صناعي موجود، صحيح هناك رفاه موجود، صحيح هناك ثقافة موجودة، هذه الثقافة أيضا ضمنها أن السرقة أمر غير صحيح، الاغتصاب أمر مبغوض وما إلى ذلك، لكن هذه الثقافة ما ارتبطت بالمنبع الإلهي، المصدر الإلهي، فما لها قدسية، وإنما مجرد عادات
يعملون بها، وفي وقت الطوارئ إذا حصل له فرصة يترك هذه العادة، في حين أن المسلمين عادة هؤلاء حتى إذا وقت لا يوجد رقيب يعلم أن هناك رقيب هو الله سبحانه وتعالى. العمل القبيح يعلم أنه يبغض الله سبحانه وتعالى والله يراه. هذا العمل الصحيح يرضي الله سبحانه وتعالى والله يراه. فلذا حتى الآن مع ضعف المسلمين كما ذكرنا نشاهد أن حالة الجرائم أقل. طبعا هناك مشكلة، وهذه المشكلة من المسلمين وليست من الثقافة الإسلامية، أن الوعي الديني في بعض بلاد المسلمين قليل، وقلة الوعي الديني سبب الجهل لدى قطاعات كثيرة من الناس. فإذا نشاهد أن في بعض البلدان الإسلامية هناك انتشار للجريمة، ولو أن هذه الجرائم لا تصل إلى مقدار الجرائم في البلدان حتى الغربية، ولكن سببه الابتعاد عن الثقافة الدينية، سببه عدم الوعي وقلة الوعي وقلة المعرفة بمسائل الدين. يعني الآن كثير من المسلمين يعيشون في حالة بسبب دكتاتورية البلدان، بسبب قلة التبليغ، بسبب التبليغ المضاد، يعيش الكثير منهم في حالة من الجهل الديني أو الأمية الدينية. فإذا انتشرت الجريمة سببها هذه الأمية الدينية والابتعاد عن الثقافة الدينية. ولذا الله عز وجل في القرآن يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ليس المقصود بالعلماء في هذه الآية مجرد رجال الدين الكبار مثلا، لا، أي إنسان يعلم بالأحكام الشرعية، يعلم بآثار الإطاعة، يعلم بآثار المعصية، فهو يكون عالم في ذلك المقدار. والذي يعلم بآثار العمل يخشى الله سبحانه وتعالى، يخاف عقابه ويرجو ثوابه. فبناء على ذلك ارتباط هذه الثقافة بالدين واكتسابها للقدسية تسبب شدة ارتباط المسلمين بهذه الثقافة والتزامهم بهذه الثقافة، حتى إذا لم يكن هناك عامل خارجي يجبرهم على الالتزام بتلك الثقافة، بل حتى إذا كان عامل مضاد يدعوهم إلى ترك هذه الثقافة، لكن مع ذلك يتمسكون بها تمسكا أكبر. وهذه بالنسبة إلى الثقافة الإسلامية نقطة قوة، يعني حالة القداسة التي تعيشها النصوص الدينية الثابتة وهذه الثقافة، في حين أن القداسة في الثقافات غير الإسلامية لأنها ثقافات بشرية ولأنها فيها احتمال الخطأ كبير جدا، هذه القداسة تتحول إلى نقطة ضعف. لأن الأمر الصحيح الذي هو 100% صحيح إذا كان مقدسا، هذه نقطة قوة فيه، لأن هذه القدسية تسبب الالتزام به وعدم التخلي عنه. ولكن الأمر الذي يحتمل فيه الخطأ إذا اكتسب درجة القداسة لدى بعض الناس هذا يكون نقطة ضعف. لماذا؟ لأن هذا الأمر قد يكون خاطئا، والقداسة فيه تسبب عدم إمكان تصحيحه أو عدم إمكان نقده أو تطويره. فبناء على ذلك بالنسبة إلى الثقافة الإسلامية من معالمها وهي نقطة قوة فيها أنها اكتسبت القداسة بسبب أن منابعها إلهية ربانية، منبعها كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وآله، وسيرة الأئمة المعصومين الذين ساروا على القرآن وعلى سنة الرسول صلى الله عليه وآله. طبعا ما دام تطرقنا إلى هذا الجانب، هناك خلل
في حياة بعض المسلمين، وهو إعطاء القداسة إلى أمور لا قداسة لها. يعني مثلا من باب المثل، نحن حينما ندخل في حياة المسلمين في معتقدهم أو في عملهم، نجد أنهم يعتبرون بعض الأمور مقدسة لا يرقى إليها الخطأ، في حين أن تلك الأمور ليست لها قدسية. لماذا؟ لأنها مجموعة من آراء الرجال، وآراء الرجال كما يحتمل فيها أن تكون متطابقة مع الواقع، يحتمل فيها أن تكون مخطئة، وإعطاء القدسية إلى آراء فيها احتمال الخطأ أو الصواب، هذا نقطة ضعف وليست نقطة قوة. وكثير من المشاكل التي ابتلي بها المسلمون في العصر الحاضر نتيجة إعطاء القدسية لبعض الآراء بدون أن تكون تلك الآراء آراء من القرآن الكريم أو أقوال المعصومين عليهم الصلاة والسلام، وإنما آراء بعض الأشخاص. هذه الآراء ارتآها ذلك الشخص قد يكون مخطئا في رأيه، وفي كثير من الأحيان ثبت الخطأ وثبت معارضة ذلك الرأي للقرآن الكريم أو لصريح والثابت من سنة رسول الله والأئمة المعصومين عليه وعليهم الصلاة والسلام، ولكن مع ذلك هذه القدسية لها، وبحيث أن أشخاص مستعدون لأن يخالفوا كتاب الله سبحانه وتعالى لكي لا يتخلوا عن رأي شخص من الأشخاص ممن يقدسونه ويقدسون رأيه. إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة سنواصل هذا الكلام. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها.